اسمع، ذكروا أن رجلا من مريدين عبد القادر الكيلاني، الكلام ذكروا محمد صادق القادري في كتابه عن مناقب الأولياء، ذكروا أن رجلا من مريديه يعتقد في الغوث الأعظم اعتقادا جازما، وصار ثانيا في محبته، فلما مات ودفنوه جاء الملكان فسألاه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: لا أعرف شيئا إلا شيخي عبد القادر الغوث الأعظم. لا أعرف ربنا ولا النبي ولا الإسلام، أنا اللي أعرفه سيدي عبد القادر الغوث الأعظم. فتحير الملكان، يعملوا في إيه ده بقى؟ وقال: يا رب، أنت تعلم أن عبدك هذا قال كذا وكذا، فبماذا تأمر؟ قال: عذبوه. فأراد أن يعذباه، فحضر الكيلاني وقال: إنه لا يعرف الله ولا الرسول ولا الدين لجهله، لكنه يعرفني، الحساب ده عندنا، لكنه يعرفني، وأنا أعرف كل ما سألتماه عنه، فلأجلي لا تعذبوه. عندنا الحساب ده عندي، عدوه. فسألت الملائكة الله ثانية: ماذا نفعل يا رب؟ قال: عذباه. فقال الكيلاني: يا رب، أنت تعلم أن محبوبك ومجذوبك الغوث الأعظم محيي الدين عبد القادر يقول كذا وكذا، فأمر الله بتعذيب الميت لثالث مرة. فأراد الملكان أن يعذباه، اسمع العجب بقى، فأراد الملكان أن يعذباه، فأخذ الغوث الأعظم المطرقة من يد الملكين وقال لهما: لا تقربا، فإن كثرة العشق في باطني لا تقاس بشيء، وإلا أحرق الجنة والنار، هخليها لكم ضلة، لا تبعي، وإلا أحرق الجنة والنار بألا تكون راحة في الجنة ولا عذاب في النار. عندها جاءهما النداء من الله: عفوت عن لا تعذباه، عفوت عن لا تعذباه.